لجسد الإنسان 7 مراكز طاقية تشبه الدوامة الهوائية. تعد هذه المراكز الأساسية مؤثرة على قوة الهالة. الهدف الأساسي للشيطان هو الكفر بالله، ليسهل عليه إبعادك عن معتقداتك وإيمانك الذي يقويك. وهدفه النهائي السيطرة على القلب، مصدر المعرفة الذي يتحكم في الجسد والعقل، المسؤول الأول عن إدراك الواجبات. لذلك يسعى للسيطرة عليه، لأن القلب يعطي الأوامر للعقل. وابدأ وسوسته في الصدر، بوابة القلب وليس في العقل، مما يجعل الإنسان كالبهيمة يقاد بسلسلة ولجام يحركه يمينا ويسارا كما يشاء. ولهذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإن هو ذكر الله تعالى خنس، وإن نسي الله التقم قلبه. ولكن كيف يتمكن من الدخول إلى الإنسان؟ ما هي مداخل الشيطان؟ وكيف تختلف؟ وكيف يتمكن من خلالها اختراقنا؟ يجب أن تعرفوا أن للإنسان هالة ناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية، وهي تحتوي على كل شيء من رغبات وميول وحتى ذنوب وغيرها. بهذه الهالة يستطيع الشيطان رؤية تردد أفكارنا ومشاعرنا، وبالتالي يمكنه بسهولة معرفة نقاط ضعفنا واستغلالها لصالحه. الهالة هي الحاجز الذي وضعه الله لحماية خصوصية الإنسان وحمايته بشكل عام من أي تأثيرات روحانية. لذلك يقوم الشيطان بقراءة الأفكار المرتبطة بكل مدخل من المداخل 7، ويعمل خريطة للدخول. يبدأ بملاحظة المركز الأول، الجذر المرتبط بالأرض. وظيفة هذا المركز هي التواصل بين جسد الإنسان والطاقة المستمدة من الأرض، مما يؤثر على الشعور بالأمان والخوف والغرائز كالأكل والشرب والنوم. وهو مرتبط بالجذور، أي بالعائلة والأبناء. إذا كان به رجز فقد يؤدي إلى خلل عائلي، إما بحب زائد أو كراهية. إذا علم الشيطان بوجود عدم توازن داخلي بهذا المركز، مثل الارتباط المرضي بالأهل والأبناء أو الأرض أو الشعور العكسي، يأخذ خطواته الأولى لعمل اضطراب بها. يقوم بإلهائك عن هدفك الذي خلقت من أجله بأشياء مادية أرضية، كما يقوم بالنزغ، وهو ما يقوم به الشيطان للتفريق بين الناس. اعتبر هذا المركز من أسهل المراكز التي يمكن للشيطان السيطرة عليها، لأنه الأقل في الوعي. ولكن إذا لم يجد بهذا المدخل سبيلا، يذهب إلى مدخل آخر أعلى منه، وهو مركز الحوض، المسؤول عن الغرائز التناسلية والإبداع والحيوية والثقة بالنفس. يمكن أن يسبب الرجز بهذا المركز إما بجعل الشخص شهوانيا أو مدمنا أو بلا شغف للحياة، فهو المركز المسؤول عن الاحتياجات الأساسية لتقييم الإنسان لنفسه وبناء الصداقات والشعور بالأعباء والهموم. يدور الشيطان حول هذا المركز، وإذا وجد في الإنسان أمراضا شهوانية أو حبا للإدمان، يأخذ خطواته ليجمل لك ما تحب. وإذا لم يجد، يذهب لمدخل آخر، وهو مدخل النفس أو الذات السفلى، المرتبط بالأمان الأرضية والشهوات والأنا. في هذا المركز يكون الشخص إما مستبدا ومتكبرا وعنيدا، أو متقمصا لدور الضحية دائما. يأخذ الشيطان خطواته فيحلل لهم أفعالهم بزخرفها بباطل مموه. ثم يذهب الشيطان إلى المدخل الأهم بالنسبة له، وهو القلب، منطقة الخير والحب والعطاء، حيث المشاعر بصفة عامة كالحزن والتحسر على الذات وعدم اليقين بالله سبحانه. يعلم الشيطان مدى قوة وسيطرة القلب على الذات السفلى، لذلك لا يلقي أفكاره بالعقل بل بالقلب. ثم يذهب إلى المدخل الخامس، وهو الحلق، مكان إخراج الكلام والتعبير عن الذات. إذا وجد به ترددات لحب التعبير، يلقي الشيطان به أفكارا نرجسية والعجب والغيبة والنميمة، فيقوم بإلقاء الهمز واللمز ليجمل لك النميمة. وإذا لم يجد سبيلا،
يذهب للمدخل الخامس وهو البصيرة، وهذا المدخل به الاكتئاب والأفكار الانتحارية وعدم الثقة في قدرات الذات والكبرياء والغرور والأنانية وحب الكذب وعدم الإحساس والبخل وتشويش الرؤية وعدم معرفة الحق من الباطل. يقوم الشيطان بمسك بطائف منه، قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا المس يمكن أن يحدث لأي شخص مؤمن أو لا، فالطائف لغة تطلق على الحارس الذي يدور حول المنزل لحراسته. الطائف يشبه الغمامات، وعلميا يأتي من الأجسام الكثيفة والحارة مثل النجوم والأقمار والكواكب، بما في ذلك الشياطين والملائكة. هذه الأجسام تصدر إشعاعا كهرومغناطيسيا عبر مختلف الأطوال الموجية، ولذا يطلق على الطيف الناتج من هذه الأجسام اسم طيف حراري. طائف الملائكة بارد وغير مؤذن، بينما طائف الشياطين حار كالشمس ومؤذن، لذلك يقوم بالالتفاف حولك ليترك أثرا. ولهذا قال تعالى: تذكروا فإذا هم مبصرون، أي بعد التذكر تزول الغمامة وتجد رؤية واضحة، سواء لشيء تبحث عنه أو تشويش بين الحقيقة والباطل. ثم يأتي آخر مدخل الذي يعتبر من المستحيل اختراقه، وهو مركز التاج الروحاني. لا يمكن للشياطين الاقتراب منه أبدا، لأنه محكم الإغلاق، إذ هو مدخل العالم الروحاني والصلة بين العبد وربه. هذا المركز هو الأكثر ارتباطا بالله عز وجل، حيث يكمن فيه الشوق للقرب من الخالق والتفاني في الإخلاص ونشر السلام وإبراز الجمال الإلهي. يمكن اختراق هذا المركز ويغلق إذا زادت الأنانية والمشاعر السلبية الشديدة. عندما يخترق ويغلق مركز التاج، يصعب على الشخص العبادة والارتباط بالله عز وجل. خطة الشيطان هي الدخول من المراكز الستة الأخرى لإغلاق مركز التاج، لأنه بمجرد نشاط مركز التاج فإنه يعالج ويعيد التوازن لجميع المراكز الأخرى. جميع الأمراض النفسية يمكن شفاؤها بإذن الله بإعادة توازن القلب والتاج، وذلك عن طريق كثرة الذكر، كما أخبرنا الله تعالى في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشيطان يؤذي عن طريق نوعين من الرجز، إما موجات صوتية كالوسواس والهمز واللمز والنفث، أو إشعاع كهرومغناطيسي عن طريق الحسد والسحر أو المس الذي يحدث للمؤمن لتشويشه واضطرابه.